سيدات والسادة، فقد تغير أناشيد الوطن التونسي ما كنت أنه الحديث عنه، واستبدلت تقريبا كل ما كنت أنوي أن أخبره. فعندما نسمع هذا النشيد وهو نشيد ممزوج بين الشعر المصري والشعر التونسي، بين شعر مصري عظيم وشعر تونسي عظيم، يتحدث عن القيم العليا التي ضاع في هذا الزمن الرديء، عندما يقول نموت نموت ويحيا الوطن. هناك نموت من اجل ان يحيا الوطن. عندما يقول اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. فمتى نغير ومتى يستجيب القدر لاراده التمتع؟ عندما نتحدث عن هذه المعاني الكبيره نستدعي المحن الكبيرة التي تدخل على النقيض مما نعلن ومما نأخذ ومما نتحدث. نحن نعيش في أكثر من محنة. محنة التخلي عن إدراك الوعي بأهمية الحادث الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي. فينسى العرب أنهم يملكون مليارات الدولارات، حصيلة موارد كبيرة، ويتمتعون بأكبر المواقع التي يمكن أن تكون مزارات سياحية وصناعية وتجارية وما ذلك. لا نودع أموالنا كعرب إلا في البنوك الأمريكية وفي البنوك الأوروبية، ولا ندعم كعرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تريليون دولار دخل في الخزانة الأمريكية في عام من العرب، وكان يكفي لهذا الرقم نصفه لسداد كل ديون الأمة العربية، كل ديون الأمة العربية بما فيها مصر وتونس وكل البلدان العربية، والنصف الآخر كان يكفي لإحداث أكبر تنمية في المنطقة للأمة العربية أيضا. ولكن ما الذي يحدث؟ أين تضيع هذه الأموال؟ وكيف تدفع بعيدا عنا؟ وكيف تدفع للأعداء؟ أليست هذه محنة؟ أليست هذه المحنة تحتاج أن نفيق ونستفيق وأن نتحدث عن ضرورة عودة الوعي العربي الحقيقي لمصالحنا؟ هل يمكن أن نظل هذا التخلي وهذا التهاون وهذا التفريط إلى هذا الحد؟ هذه المحنة. محنة الاستسلام. محنة الاستسلام لما يخطط لنا العدو. هو يخطط ويرسم ونحن نرسم. أعداءنا هم الذين يخططون لنا ما نرسم. وكلما حاول الشعب أن ينتظر هنا أو هناك سيخ كل خطط من أجل أن تنقض على هذه الأمة في كل مكان. نحن نستسلم، وأنا لا أقول نحن الشعب العربي وإنما أقول الأنظمة العربية تستسلم لقرب أو صفقة القرن الأمريكية الصهيونية، ويتحدثون اليوم عن تدبير الموارد المالية التي والموارد المالية سوف تكون أين الموارد العربية؟ لن تدفع أمريكا مليون ولا تدفع إسرائيل مليون واحد. عندنا الناس. هي دي مش محنة. لما ينجح هذا العدو في أنه يفتت الأمة العربية فيضرب ليبيا لتنقسم، ويضرب السودان لتيفصل شمالها عن جنوبها وشرقها عن غربها، لما يضرب العراق
علشان تبنى 3 عراق مش دي مهنة؟ لما يضرب سوريا علشان يهدم سوريا مش دي مهنة؟ لما يرفع العالم شعار الديمقراطية والحرية من أجل أن يغطي 4 عمالية تدمير في المنطقة العربية، احنا بنتكلم باستحياء ليه؟ لا احنا ما عندناش حاجة نخجل منها. لو أن ما حدث في سوريا قبل ما جرى فيها الحرب ظلم واغتيال وأي كلام يتحدثون عنه في حقوق الإنسان أنا أقبله، لكن لا أقبل، لا أقبل تحت أي ظرف أن أفرط في سوريا لصالح إسرائيل ولصالح الولايات المتحدة ولصالح داعش. الكلية أنا هنا للدفاع عن رئيس، للدفاع عن حكومة، أنا بدافع عن وطني، أنا بدافع عن أرضي، عن عرضي، عن شرفي في سوريا. 10 مليون أو 11 مليون مهجر سوري مرة سوريا لمصلحة مين؟ ده لمصلحة الديمقراطية؟ ده لمصلحة حقوق الإنسان؟ هي دي الديمقراطية اللي عايزين يعلمونا إياها؟ هي سوريا ارتكبت أو الحكومة السورية ما ارتكبته من أخطاء يعادل 1/10 مما ترتكبه إسرائيل في فلسطين العربية؟ هو اللي بيحصل في فلسطين؟ طب ما تبقاش ليه؟ حشد عربي وعالمي من اجل منع السلطات الاسرائيليه من هدم المنازل الفلسطينيه، منع سلطاتنا الاسرائيليه من تهويل القدس، منع اسرائيل من تقسيم فلسطين، منع اسرائيل من الاستحواذ على عاصمه فلسطين لكي تصبح عاصمه لاسرائيل. ايه اللي يحدث عندما يضخ الارهاب في سيناء من اجل حرب مصر عن وجود دورها وعن اداء دورها في المنطقة العربية وإجرائها لقضايا مقام مكافحة الإرهاب وتدمير السياحة بقصد تدمير الشعب المصري لما نحدث من العالم؟ هو ده مش مخطط يا إخوانا؟ داعش دي شفتوا قياداتها منين؟ دول ما اتولدوش عندنا ولا في أرضنا ولا أبنائنا ولا أبناء عمومنا، دول نبتوا في أوروبا وتربوا بالثقافة الأوروبية. هم دول هو اللي قتل 40 بريء بيصلي بيصورهم على الهواء. ده مسلم؟ ده انسان؟ مش انسان. هو ده النموذج اللي بيحاربنا، الذي قتل المسلمين في نيوزيلندا، هو ده اللي ضرب سوريا، هو ده اللي بيأسر العراق، هو ده اللي بيأسر ليبيا، هو ده اللي بيضرب سوريا. هو نفسه، هو ذاته بغير استبداد وبغير تبديل وبغير التفاف. لماذا نهرب من المواجهه؟ لماذا نهرب؟ الأمة العربية تعاقب، حتى الذين يمارسون الديمقراطية ويتحررون يعاقبون على التحرر. تونس تعاقب على التحرر وتحاصر بقصد إملاء السياسة الأوروبية عليه، وتونس تمارس دور رفيع المستوى في المقاومة، لكن أيضا هناك جهد وإجهاد للشعب المصري. يحدث هذا في مصر ويحدث هذا في كل دولة عربية وفي كل منطقة عربية. لماذا لا نقاوم مقاومة حقيقية؟ نضع أمور في المسميات فنعيد الأمر إلى نصابه. نحذر في الجزائر التي تستحق التحية والتخدير، شعبها العظيم يحافظ على جميع المصر من المحدث نفسه عشان يلعب في الثورة أو يلعب في الانتفاضة أو يلعب في أمان الشعب الجزائري أو يفرض الوصاية أو القوامة من أجل تنبيه الشعب علشان يقوي إرادته. إحنا في ظهر الشعب الجزائري، في ظهر الشعب الجزائري من خلفه، وفي ظهر المحامين الجزائريين في موقفهم إن دعم ما يجري من الحضارة فيه من أجل أن نحافظ على مكسب جديد يضاف. نحن نريد أن نحافظ على ثوابتنا الحديث عن فلسطين بالمجمل قطع، الحديث عن دولة فلسطينية في فلسطين خطأ، الحديث أن فلسطين كل فلسطين عربية، فلسطين كل فلسطين عربية، الحديث عن أنه القدس الشرقية عاصمة
الدولة الفلسطينية. هذا كلام كذب وغير حقيقي وغير شريف. القدس كل القدس فيها عاصمة الدولة الفلسطينية. كلمة خالص. خليهم يقولوا اللي هم عايزينه، حكامنا يقولوا القدس الشرقية والقدس الغربية. لأن إحنا مش مؤمنين باللي بيقولوه، إحنا مؤمنين بموقفنا السابق كاتحاد المسلمين العرب من ثوابتنا، لأنه مش هنتخلى عن هذه الوحدة للشعب الفلسطيني ولا دولته الفلسطينية ولا عاصمته الموحدة من غير انتساب. إحنا من طلبنا بإسقاط خان بلادي ومدريد وأوسلو ووادي عربة وكل الاتفاقيات المشبوهة التي تدخل الأدراج الجنوبية الوسطى. نحن اصطدمنا كلها وطلبنا بالخط كل هذه الفخيات، لكننا اصطدمناها في وجداننا. مفيش فينا واحد، مفيش فينا محامي ولا نقابه عربيه تقبل اي اتفاقيات من هذه الاتفاقيات، رغم انها موقعه باراده الحكومه العربيه المتحدثه. من اجل ذلك قضيه التطبيع كما قال السيد العميد قضيه في غايه الاهميه. لن نقبل تحت اي ظرف من الظروف وباي اغراء من الاغراءات العربيه وغير العربية أن نطبع مع العدو الإسرائيلي. أيضا نحن لا نقبل أن نتحدث بمغالطة وانكشاف عما يجري في السودان. السودان الشقيقة في حاجة إلى وقفة إلى مساندة. نحن مع شعب السودان لكن لا نتدخل في إيران ولا نوجهها في أي اتجاه ولا نسيرها في أي مسيرة، لكن نحن مع الشعب في المشترك. احنا عايزين السودان ترجع واحده. الحقيقه احنا مش عايزين السودان الجنوبيه والسودان الشماليه عيب. السودان واحده. ما ينفعش السودان تبقى شرق وغرب وشمال وجنوب. اللي عمل كده اخطا في حق الامم العربيه واخطا في حق السودان. واحنا لازم نقول الكلام ده حتى لو زعل الحكومه السودانيه. وهنقول الكلام ده مهما كان الامر. هنقول راينا بكل حريه، مش هنخاف لا من حاكم ولا لنا مصلحه في مداعبه هذا او ذاك. لكن في ذات الوقت لا نتخلى عن ثوابتنا، هو ده اتحاد المحامين العرب، وهي دي رسالتنا، إذا أردتم أن تستمسكوا بها فلنستمسك ولنعتصم بوحدتنا من أجل وحدة الأمة العربية في مواجهة عدونا الحقيقي الولايات المتحدة والعدو الصهيوني.